السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة عالم سعيد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبألف خير إن شاء الله. إذا كنت أول مرة كتزور القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش ديما كيوصلك الجديد ديالي. ما تنساوش الإخوان شي لايك للتشجيع باش أنا ديما كنزيد كنعطي أكثر. شي تعليق زوين، أي تساؤل عندكم على تربية الدجاج البلدي خليه لي في التعليق. السؤال اللي كتكرر بزاف د المرات انا راه كندير عليه فيديو. الفيديو ديال اليوم راه كان سؤال اللي سولوني عليه بزاف د الناس، راني درت عليه فيديو. بزاف د الناس كانوا كيسولوني شنو هما الاعلاف اللي كتعطي الدجاج ديالك. هذا هو الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم الاخوان. شنو هما الاعلاف اللي كنعطي للدجاج ديالي انا شخصيا. خليكم معايا تابعوا الفيديو الى الاخير باش تعرفوا الاعلاف اللي كنعطي للدجاج ديالي. اول حاجه غنبدا لكم بجمع الحصيله باش نشوفوا واش كاين شي انتاج او لا. غنبدا بجمع الحصيله ديال 100 دجاجه في هذا النهار هذا. نمشيو نسبقوا بالحصيله بسم الله. نبداو باول عشه الاخوان، نبداو اول عش بسم الله على بركة الله. ثلاثة ستة دجاجة الاخوان. دجاجة الاخوان ملي كتكون كتعمل بحال هيدا كتكون دائما خصها تبيض باش تعرفوا الحاجة. الدجاجة كتكون ملي كتعمل هاد الصوت هذا كتكون خصها تبيض. نمشيو للعش الثاني. العش الثاني جمعنا 6 البيضات، عشرة، 11، 12، 13، 14. هذه هي كتبقى ديما خاسرة. 15، 16، 17، 18، 19، 20، 20 بيضة. دابا غنمشيو للكوري الثاني حيت عندي هاد الدجاج مقسم على 3 ديال البلايص، 3 ديال الكوريات. غنحاول نجمع منهم 3 باش نشوفو الحصيلة اللي غنحصل عليها. خليكم معايا نمشيو للكوري الثاني. واحد وعشرين، 22، 23، 24، 25، 25. واحد الحاجة الإخوان، واحد الملاحظة، هانتوما كيما كتشاهدوا كنعمل لهم واحد الحفرة بحال هيدا. كنبدا كنعمل لهم فيها الرماد.
الرماد العافية مني كتك المعروفة الناس البوادي دائما كيدلو العافية، وكيبقى ديك الرماد ديالها ديال العافية كتبدا تعدلو لهم هيدا في الكوري شي حفرة بحال هيدا وتعدلو لهم داك الرماد، أو لا يعمل لهم التراب الرملة أي حاجة كتعمل لهم داك الحفرة وكيبقاو كيتمرغطو فيها بحال هيدا. بالنسبة لديك القمل اللي كيكون فيهم راه كيتحيد بهذا التراب او الرماد، راه كيتحيد منهم داك القمل ما كيبقاش كيضرهم. هذه كان نصيحة، نمشيو نكملو الجمع ديالنا. ستة وعشرين، سبعة وعشرين، تمانية وعشرين، تسعة وعشرين، ثلاثين، واحد وثلاثين، نمشيو لآخر كوري باش نكملو الجمع ديالنا. جمعنا واحد وثلاثين بيضة، نمشيو نكملو في آخر كوري اللي غنمشيو ليه دابا. اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، أربعة وثلاثين، خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، تسعة وثلاثين، أربعين، واحد وأربعين، اثنين وأربعين، ثلاثة وأربعين، أربعة وأربعين، خمسة وأربعين، ستة وأربعين، سبعة وأربعين، هذه ديما كتبقى خاسرة هنا، هانتوما الإخوان كيما شاهدتو معايا، سبعة وأربعين بيضة هي الحصيلة اللي حصلنا عليها في هذا النهار هذا، تبارك الله راه الخير الإخوان، الحصيلة راها مزيانة. بالنسبه للاعلاف الاخوان اللي كنعطي للدجاجه راه ما كنعطيهمش انا شي علف، ما كاينش عند الناس الاخرين، راه كاين حاجه وحده اللي كنعطيها للدجاج ما كايناش عند الناس كاملين، هي الزريعه ديال القناب الهندي. هانتوما الى شاهدتوا الدجاجه راه كتاكلها هي هنايا، هيا الى شاهدتوا هانتوما كما كتشاهدوا راه كاينه تما الزريعه ديال القناب الهندي. هذا هو الاكل اللي ما موجودش عند الناس كاملين، كاينين شي بعض الناس هيدا في الشمال فقط، كاينين ناس قلالين اللي عندهم هذا العلف هذا. بالنسبه للعلف هذا راه كيزين انتاج البيض راه بزاف مزيان، كذلك كنقدم لهم الشعير مستنبات او لا الشعير كنحصدو كيكون عندي غارسو كنحصدو كنقدمو لهم في فصل الربيع، عاد كيكون الربيع كنعطيهم الربيع. دابا في هاد الساعة باقي ما كاين بربيع، عندي فقط الشعير كنقدم لهم الشعير هيدا. الشعير خصو يكون فتي، ما خصوش يكون بالغ بزاف، خصو دائما تحصدو يكون يلاه خلف واحد شوية، يكون يلاه كبر واحد شوية حصدو. كذلك الفصة، الفصة
كنغرسها عاود كنحصدها عاود كتكون طريه ما كنخليهاش تبلغ باش الدجاج كياكلها. الاعلاف كنقدم لهم قطانيه اذا مثلا العدس الذره مهرمشه ما كنعطيهمش الذره كامله دائما كتكون مهرمشه ضروري خصك توكلها لهم واحد المره في الاسبوع على الاقل واحد المره في الاسبوع ماشي توكلهم حتى شبوع انما تذوقهم ضروري خصك تذوقهم مره في الاسبوع من الذره. السريح عاود ضروري خصو يكون سراح راه حتى السريح عنده واحد الهدف كبير ضروري الدجاج خصو يسراح باش يزيد الانتاج البيض. كذلك انا في الاغلبيه كنقدم لهم الشعير الشعير راه مزيان الدجاج دائما انا كنقدم لهم الشعير الا خلطت معاه شويه ديال القمح خصو يكون قليل ما تعطيهم ما تكثرلهمش منه بزاف العدس او لا شي حاجه خلط لهم مع الشعير عطيهم نسبه قليله ما تعطيهمش بزاف. كنعطيهم كذلك الجزر ملي كيكون دابا في وقت الجزر كنعطيهم الجزر الجزر اللي كيكون ما صالحش للبيع كنعطيه لهم انا كنغرسو راسي هنايا كنعطيهم الاوراق ديالو كذلك الجزر بيدو اللفت بالنسبه للفت كنعطيهم الاوراق كنعطيهم شي اللفت ياكلو كنعطيهم فقط الاوراق ديالو. الربيع جميل جميل انواع ديالو الربيع كذلك كرافس كنقدمو لهم انا كنخلطو مع الحاجه كنعطيه لهم كنخلط شي حاجه كنخلي كي بحال كي بحال كيخمر واحد شويه كيعطي المفعوليه ديالو شي حاجه هايده الكرافس وكنقدمو لهم حتى هو راه مزيان ومفيد للدجاج كنعطيه لهم مره مره غير مره في الاسبوع قطع لهم غير جوج بصيلات مثلا جوج بصلات كتعطيهم لهم غير مره في الاسبوع ياكلوهم كالبصل هذا ديالو كيبقيو كيطهر لهم الامعاء ديالهم كتكون عندهم واحد الوقايه من الامراض ما كيمرضوش شي باش كيبقاو كي الدجاج كيبيض مزيان الدجاج دائما خصو يبقى في صحه جيده باش يبيض مزيان. كذلك كتكون عندي بقايا ديال الخضار اي خضار مثلا عاود الطماطم كنغرس الطماطم ديك الطماطم اللي كتكون ما صالحاش للاكل كنعطيها لهم كتكون مثلا فيها الدوده الطماطم كما كنعرفوا كذا بزاف الطماطم كتلقى كتلصق هذاك الدوده كنعطيها لهم ماشي تكون ماشي تسمعوا ما صالحاش للاكل تعطيهم الحاجه خامجه لا تكون الحاجه ما تضيعاش فقط مثلا فيها الدوده ولا شي حاجه كنعطيها لهم اي حاجه البقايا ديال الخضار كنعطيها لهم. الانسان خصو غير فقط ما يعطيهمش الحاجه اللي هي خامجه راه كضرهم في الامعاء ديالهم وكيكون سبب ما كيبيضوش مزيان يعني عطيتيهم حاجه خامجه راه كضرهم في الامعاء ديالهم. بالنسبه للاعلاف الاصطناعيه اللي كتشراها اذا الاعلاف اصطناعيه راه انا ما كنعطيهمش الاعلاف اصطناعيه العلف راه هذاك غالي وإلا جيت أنا نشري داك الأعلاف الإصطناعية راه ما غاديش يخرجني ربما المشروع ما غنكونش عندي واحد النجاح يقدر نخسر ولا ما نعرف. المهم أنا دائما كنعتمد على الحاجة الطبيعية وكذا ديك الشعير مثلا الشعير اللي كنقدم لهم في الأغلبية الشعير كنغرسو راسي أنا ما كنشريه شي القليل مره في لما وصل ما داليش الدوره للعام نقدر نشري شي حاجه قليله كنعتمد على الشراء فقط. هادشي علاش كنقول لكم دائما الانسان الا بغى يكون ناجح 100% في المشروع الدجاج البلدي خصو يكون فلاح خص دائما تكون كتعاون بشويه ديال الفلاحه ديالك راه غادي تنجح 100%. اما الا كنت دائما كتعتمد على الشراء يقدر تنجح يقدر ما تنجحش راه انا ما نضمن لك شيء. اما الا كنتي فلاح انا كنضمن لك النجاح. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم هذا ما كان كنتمنى يعجبكم الفيديو من زاويه شويه ديال الدعم الاخوان شي لايك للفيديو شي تعليق زوين وشكرا لكم بزاف والى اللقاء نتلاقاو شي فيديو جديد ان شاء الله.